طيب احنا معانا برضو احد المهتمين بموضوع الكلاب او الحيوانات الاليفه، وهي الفنانه الجميله ناهد السباعي. مساء الخير. استاذه ناهد. طيب خلينا نكمل حوارنا مع الو الو ناهد. ايوه هاي هاي، ناهد، ازيك؟ عامله ايه؟ ومبسوطين جدا ان انتي ازيك؟ معانا النهارده، و... وانا كمان والله جدا جدا ومبسوطين مبسوطه ان كنت اكتر، اتكلمه في الموضوع. ما احنا كمان مبسوطين ان انتي مهتمه بالموضوع، لان وجود فنانين الناس بتحبهم بيبتدوا يوعوا الناس ازاي يتعاملوا مع الحيوانات، الحيوانات الاليفه او غير الاليفه، فكره التوازن البيئي، فكره ان انا ما اذيش الحيوان، ما سمش الحيوان، اعرف ازاي ان انا اتعامل معاه. دي حاجه مهمه جدا، لان انتوا الناس بتسمعكوا اكتر. يعني اتمنى ان الناس كلها تسمع والناس كلها تعرف اهميه اللي احنا بنعمله، وانه احنا مش بنعمل ده بس لمجرد ان احنا ناس لان في ناس كتير بتقول انه اهتموا بالبني ادمين اولى. هو الموضوع الحاجتين ما بينفصلوش عن بعض. احنا لو ما اهتمناش بوجود الحيوانات والحيوانات دي انقرضت لان احنا بنقتلها او لان احنا بنعذبها، لا، وبعدين ده هم روح بيأثر كمان يا ناهد، هم روح. طبعا طبعا. في ناس ما بتفهمش ده، في ناس بس ما بتبقاش مستوعبه، لا يقول لك الحيوان ده نجس، الحيوان ده لازم يتقتل، الحيوان ده لازم يتضرب. انا شفت ده قدامي، انا شفت ده من ناس كتير ما عندهاش الوعي الكافي انه دي روح او ان احنا نعملها معامله كويسه. هي الفكره انه انا كنت مهتميه ان احنا نقول للناس انه لو الكلاب والقطط دي انتوا قتلتوهم وقضيتوا عليهم بالشكل ده، هيطلع بناء عليه انتشار الفئران والثعابين في اي صحيح. منطقه. طبعا فاحنا بنبوظ السايكل، احنا بنبوظ السايكل بتاعه الحياه اللي ربنا خلقها، دائره الحياه. كل حاجه تتغذى على حاجه. وزي ما احنا انا معلومات عرفتها لما انضميت للمبادره، انه منطقه البحيره دلوقتي بتعاني من حادثه هم عملوها سنه 2016 او 2018، وزينب صلح لي ان هم قتلوا عدد كبير قوي من الحيوانات، الكلاب والقطط، فبقى عندهم ما كانوش عارفين ينزلوا من بيتهم بسبب الفئران والثعابين، ومحتاجين دلوقتي كلاب وقطط في المنطقه دي. فالمفروض ان المبادره بتنقل كلاب وقطط من حته زي المناطق اللي هي ناس بتقول ان عندها انتشار في الكلاب والقطط، بننقلهم مجموعات من المناطق دي للبحيره عشان الناس عندها مشكله حقيقيه مع الفئران والثعابين. فانا بس نفسي الحاجات دي الناس تعرفها، انا نفسي نكون تعرف. يعني انا عارفه طبعا ان الفئران مش موجودين زي ما بيبقى لما في كلاب وقطط الفئران والثعابين بتقل. دي معلومه انا عارفاها، بس ما اعرفش ان في منطقه اتاذت بسبب ده. طب ناهد، انت سمعتي عن المبادره منين؟ زينة كلمتني وقالت لي احنا بنعمل مبادرة علشان الحيوانات الأليفة، وعلشان هدفنا الأساسي ان احنا نوعي الناس بأهمية الحيوانات دي قبل ما نقعد نكلمهم في ان دي حيوانات، لانه مش كل الناس قلبها زيك. انت مش كل الناس المفروض تبقي طالبه من كل الناس انها تبقى بتتعامل مع الحيوانات زي ما انت بتتعاملي معاها. انت لازم تعرفيهم اهميه، بتهيألي لازم في ناس تعرفيهم اهميه ده، لان في بني ادمين شايفه ان الكلاب دي نكسه ولازم تموت. في للاسف في ده بجد. انا لا، هو حتى لو شايف ده مش هنعترض على هو شايف ايه، ابعد عنه بس ما تاذيهوش. بالظبط. يعني لو مشيت الناحيه ازاي الثانيه، يعني حتى التعابين، مش الحيوان، مش هقول كلاب، مش هقول قطط، هو لو التعبان واحد شايفه وراح الناحيه الثانيه، هو التعبان مش هيجيله. يعني هي الموضوع ما هو مش اسد، يعني مش عايز ياكلك. فبالتالي فكره التوعيه في ازاي التعامل مع الحيوانات دي، لان كل حيوان ليه طريقه تعامل معينه بتحمي البني ادم من انه ممكن يبقى مضر، او ان هو يا سيدي انت مش عايزه علشان هو نجس، فانه اوكي. والرحمه طبعا لا تتجزا، ما هو انت لو مش رحيم على الحيوان انت عمرك ما هتبقى رحيم على البني ادم. صحيح. طب في ناس طبعا في مناطق الناس خايفه بجد، يعني برضو نبقى عايزه، مش عايزه ابقى واخده سايد وسايبه السايد التاني ما بسمعوش. بمعنى انه في مناطق كتير دلوقتي عندها مشكله من اللي هيدوش في الشارع، لان الكلاب منتشره جدا عندهم، والكلاب ممكن عندها تهاجمهم. ازاي المبادره بتعالج الكلاب، وازاي المبادره دي ممكن تطعم الكلاب، ازاي المبادره دي بشكل معين وبشكل علمي مظبوط، ازاي يعملوا عمليات لنسبه معينه عشان ما ينقرضش الكلب. طب انتوا بتشتغلوا على المبادره ازاي؟ ازاي بتحاولوا ان انتوا توعوا الناس؟ في نزولات بتتعمل في مناطق، بنبقى عارفين ان المناطق دي بتعامل الكلاب بشكل مش كويس، او عندهم مشكله من مشاكل الكلاب. مثلا انا بسمع كتير على انه مدينتي فيها مشكله،
من انتشار الكلاب، الكلاب ممكن تبقى سعرانه، والكلاب ممكن تبقى هاجمه بني ادمين، فازاي نروح هناك نبقى بنوعي ناس وبنحل مشاكلهم؟ هي الموضوع مش احنا مش مع مع مع, مع جهه ضد جهه، انا مش ضد حد، بالعكس انا مع الناس، انا مع البني ادم برضو وعايزه احل له مشاكله. فهي الفكره انه انك انت تحلي مشاكل، انك تبقي بتنزلي عارفه ان المنطقه دي فيها الناس عملت فيها مثلا عمليات اباده، نوادي في نوادي كتير بتعمل كده، ازاي تروحي توعيهم، ازاي تروحي تقولي او ازاي مثلا المنطقه دي مثلا في قطط كتير والقطط دي بتخربش الناس، او القطط دي بتسعرانه او مريضه او كده، ازاي تروحي تعالجيها؟ في بقى ناس كتير بتتبرع، عيادات ومستشفيات ودكاتره بيتبرعوا ان هم يعملوا عمليات تعقيم او بيعملوا استشارات ان هم يعالجوا الكلاب دي، او ايوه وبيحطوا لهم على ودنهم زي حاجه كده زي ختم او ده. والاهم من علامه كده يعني انا بالنسبه لي الاطفال بصراحه طبعًا اهم حاجه ان هم يتعلموا، لان الطفل ما بيبقاش فاهم، والطفل بيبقى شايف ان هو بالنسبه له لعبه جميله. على فكره ده على كل المستويات، صحيح. يعني ممكن نبقى ابن واحده صاحبتي بيمسك الكلب وشايف ان هو كده بيلعب معاه، يعني انا من فتره جالي كلب مربوط برقبته وخايف جدا. انا مش 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 يعني مش عايزه اظلم الناس واقول مثلا الكلب ده كان بيتعذب، هو اكيد هو كلب بيتعذب، بس الناس مش عارفه ازاي تتعامل مع الكلاب، او مش عارفه انك انت لما تربط له حبل جامد قوي حوالين رقبته هو هيبقى تعبان، هو هيتعور. فانا متهيئه ان لازم احنا نوعي الناس برضو والاطفال ازاي تتعامل مع الكلب، ان الكلب ده ممكن يبقى صاحبك، ممكن حبيبك، ممكن تبقى حنين عليه. فده برضو مهم ان احنا نتوعي الاطفال ازاي يتعاملوا مع الكلاب، وازاي يتعاملوا مع الكلاب اللي في الشارع. هل موقف زي ده اللي انت واجهتيه ده لما شفتي الكلب وهو مربوط بالطريقه الوحشيه، هل ده من الحاجات اللي خلتك او شجعتك انك انت تنضمي للمبادره؟ لا ولا انت اصلا بتحبي الكلاب والقطط والحيوانات عموما الاليفه؟ لا لا، انا بحب الحيوانات عموما، وعندي حيوانات وطيور وكده، بس هي ده بعد ما انضميت، ده لسه من كام يوم لقيت كلب مش من المنطقه ومش ماشي وسط مجموعه، لان يعني الكلاب بتبقى عاده ماشيه وسط مجموعه، صحيح. فلقيت الكلب ده جاي مش وسط مجموعه، ما حدش عارف هو جاي منين، مربوط جامد قوي من رقبته وخايف جدا جدا جدا، مش عايز اي حد يلمسه. كنت حتى كلمت زينة قلت لها عايزين حد يمسكه، لان هو مش عايز حد يمسكه وبيجري مننا كلنا، بس هو قاعد في الارض. فبس واحده واحده ابتديت اخد عليه بقى، في خلال 3 ايام جه وفكيت له الرباط وكده واهتميت بيه، وبقى قاعد خلاص ما بيمشيش. هو اي كلب انت لو اكلتيه او عملتيه كويس مش هيمشي، يعني صحيح، هيفضل هيعتبر المكان بقى بيته. طبعا بالظبط. وانا انا بصراحه فرقت معايا جدا، لان انا في منطقه صحراويه، فالحيوانات بتاعه الشارع، القطط اللي بحط لها اكل، او انا عندي ثعلب كمان بحط له اكل، لا 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 بيبقى عندي كل حاجه. القطط والكلاب خلوا عندي ما يبقاش فيه خالص فران وتعبين، يعني طب الحمد اول لله. ما جيت سكنت هنا بقى كان عندي مشكله تعبين، المنطقه هو كمان بتعتبر انها جزء يعني حمايه ليكي كمان، يعني مش بس لا من هو اللي جالي ده مش حمايه خالص، ده عايز اللي يحميه. يمكن شكله طيب يبقى يعني مرعب شويه فيحميكي. طيب لا، هما كلابي الصغيره اللي في البيت اللي بحسهم حمايه عنه شويه حبايبي. طيب فكره ان في جهات كتير زي الازهر الشريف، زي وزاره الثقافة والبيئة، الوزارات والكنيسة الأرثوذكسية، فكرة مشاركة الجهات دي معاكم، حاسين ان حاجة في فرق جدا. لان انت تقدري تأثري على الناس بقوة جدا من خلال الدين، وان الناس ممكن تغيري طريقه تفكيرها، لو 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 حد لو شيخ او لو قسيس او الجهه الدينيه المختصه في مصر زي الازهر زي الكنيسه يتكلموا في ده، انت كده كسبتي كتير وكده، اثرتي على ناس كتير قوي، وفرتي على نفسك وقت كبير قوي انك انت تقعدي تتكلمي. فده ده من الحاجات اللي بسطتني جدا جدا جدا، انه الكنيسه والجامع الاثنين متحدين ان هم يعملوا توعيه للشعب ازاي نتعامل مع الحيوانات. انا اصلا من الاول كنت عندي فكره انه انا مش عايزه الناس تربي فوق، يعني دي كانت مشكله اساسيه بالنسبه لي، انه بشوف دايما في البلكونات في وشتاء محطوطين في قفص، بتبقى حاجه محزنه جدا الحقيقه. بالظبط، انا عندي بغبغان صغير عمره ما بيخش في الكيد غير وقت ما ينام، يعني هو لما يعوز ينام هيخش بيته، ده بيت الله، هو بيدخل لوحده. وكان نفسي جدا ان انا اوعي الناس انه العصفور ده ربنا خلقه بيطير، يعني ربنا خلق العصفور بيطير،
ازاي انا امنعه من الحاجه اللي ربنا خلقه بيها. فانا فاهمه، انا طول عمري نفسي اجيب عصافير بس عمري ما كنت بحب اجيب، لانه مش هجيب كائن بيطير واحدثه. فبقيت كنت تحديثي بين ربي طيور، يعني انه احنا عايزين نعمل فيديوهات او نعمل حاجات نقول للناس ازاي يبقوا بيربوا العصافير والبغبغانات بره القفص، والقفص ده يبقى مكان هم بيحبوه، هم عايزين يروحوا يناموا. والبغبغانات والعصافير اللي في المحلات زي الكلاب والقطط اللي في المحلات او في البيوت ما يعرفوش يعيشوا خلاص في الوايلد، ما يعرفوش يعيشوا بره. يعني العصفور ده لو فتحت له طيرته وفاكره ان انا كده باخد ثواب، انا كده بموته. لا هيموت طبعا، مش عارف يجيب اكل. العصافير اتربت واتولدت وبيوت، فما تقدرش تعيش بره بيوت. زي القطه الشيرازي، عمرك ما تقدري تسيبي قطه شيرازي، القطه في الشارع. صحيح. صح. فانا كنت حابه جدا اوعي الناس ازاي يربوا الطيور وازاي يستمتعوا بالطيور، لان الناس ما بتربي الطيور ما بتستمتعش بيها، ما بتنبسطش بيها. صح. والله عندك حق.